سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفرحانين في الحياه ديالكم. واليوم جيت بغيت نوريكم شنو هما اخر مشترياتي اللي فيهم فيهم واحد البرودوي اللي مشهورين بزاف بزاف يعني في الانستغرام، وصراحه كيستاهلوا هاد الشهره لحقاش انا اصلا مجربهم شحال هذا، ولكن بغيت ندير لكم واحد الفيديو. ما يلا انا خديت هاد البرودويات هادو. عاوتاني بغيت نوريكم وشي حويجات اخرين قلال، حاجه تقريبا كلشي للعنايه بالجسم والبشره ديالنا. وصافي وندوزو على بركه الله. اول حاجه البنات خديت هاد زيت الكوكو كوكوا اللي هو الكاكاو، يعني هاد الثاني كناخذ كما هي باش درت لكم الكريم اللي سبق في الفيديو راه درتو طلعتو لكم اللي ترطب وتفتح البشره. هائله هاد الزبده هادي، يعني كترطب البشره والريحه ديالها هائله 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 بزاف بزاف، وصراحه كتعجبني بزاف بزاف ولهذا عاود خديتها. وهاد البرودويات البنات تقدروا تلقاوهم عند بزاف ديال البنات المغربيات، راه دايرين سيت في الانستغرام وكيعاودوا فيهم البيع، الاثمنه ديالهم مناسبه. خديت عاوتاني من نفس لاماك، خديت هاد الغاسول هذا اللي صراحه واعر بزاف بزاف بزاف، كي يعني كيحيد السموم من الوجه وداكشي، صراحه هائل بزاف اللي بحال هكا. هادشي كلشي بدنا هادي اول مره غناخذو بدنا نجربو، ودرت منه مره واحده دابا وصراحه عجبني كيفاش خلى ليا وجهي. وكما كنقول علاش قلت لكم هائل بزاف، حقا سمعت الناس يعني اللي قرابين ليا كيهضروا عليه مزيان، ولهذا انا طقته خديته، ولكن من اول استعمال عجبني بزاف بزاف، ولهذا غادي نحاول نزيد نستعملو مرات، يعني نزيد نكثر نستعملو باش نقول لكم الراي ديالي فان شاء الله ملي غادي يساليو ليا هاد البرودويات. وغندوزو للحوايج اللي كناخذ ديما، هو زيت لافوكا، صراحه كيعجبني بزاف بزاف هاد زيت لافوكا، ما نقدرش نستغنى عليه وديما كناخذو. عاود خديته، خديت البنات عاوتاني من الزيوت، خديت زيت خديتو فهاد البلاستيكه لحقاش عامر بالزيت وباقي ما بغيتش نستعملو انا. خديت زيت الخروع البنات لحقاش دابا ما نقدرش نستغنى عليه في الروتين ديال الشعر ديالي والشفر ديالي، هائل بزاف بزاف بزاف، ديما كنستعملوه لهذا ديما خصو يكون عندي في الدار، وتا هو خديته. ديما كناخذ نتي ما قلت لكمش قرعه كبيره، ولكن هاد المره خديتها صغيره لحقاش سهله الاستعمال، نقدر ناخذها معايا فين ما بغيت نمشي. خديت البنات هاد السينيال هذا اللي كيجي بحال هكا، ها اسمحوا لي. هاد لامارك صراحه هادينه وكتعجبني بزاف بزاف، اللي كتبيع داكشي زوين والاثمنه مناسبه كما شفتوا، كي يعني كيقولوا هنا بانه كيبيض وبانه فيه البيكربونات ديال الصودا، وحنا كنعرفوا مزيان بان البيكربونات ديال الصودا كيبيضوا السنان، وكيتبين هنا بانه ما فيهش الفلور، في كاع هادشي اللي كتشوفوا هنا ما فيهش الجلوتين ما فيهش البارابين، يعني ناتورال. ولهذا قلت نجربوا، انا ما عمري شربت يعني شي سينيال ديال ولا فلور ولا سميتو ناتورال، ولهذا هو داير بحال هكا. الصراحه يعني فيه يعني سميتو كثير، يعني هذا كبيره القرعه ديالو كبيره، انا ما عتميده سمحوا لي البنات على الهضره، بوماده كبيره. ولكن الحاجه العجيبه اللي شفت فيه هو انه داير بحال هكا، كما شفتوا اول مره نشوف شي سينيال داير بحال هكا، حقاش كناخذ خديت من الفرماسي خديت من جميع الاماكن تيكون بياض تيكون بلون زراق تيكون، ولكن هذا اللون ما عمري شفته. وكما قلت لكم البنات جربته جوج مرات دابا وصراحه زوين، كنحس به كيخلي لي سناني نقيين بزاف بزاف، ولكن الحاجه الغريبه فيه هو انه ما كيديرش الكشكوشه، وكنظن داكشي علاش ما كيديرش الكشكوشه لحقاش ما فيهش بزاف ديال هاد الحوايج يعني الكيميائيه وداكشي، ولهذا يعني قلت غنجربو مزيان مزيان ديك الساعه نقول لكم الراي ديالي. دابا غنوريكم غير داكشي اللي شريت، وملي نجربو ان شاء الله نقول لكم الراي ديالي. وبغيت نوريكم حتى هاد الزيت البنات، هادي بيو اويل اللي كانت دايره شحال هذا بوم، انا كنت استعملتها فاش كنت حامله، وبغيت نقول لكم البنات الا عندكم زيت الكوكو تقدروا تستغنوا على هادي لحقاش صراحه يعني الترطيب ديالها عادي ما كديرش ترطيب في الشكل، انا كنت كنديرها فاش كنت حامله وما عندهاش يعني شي حاجه في شكل اللي بزاف كانوا ديال البنات دايرين عليها بوم. انا بغيت نقول لكم يعني من الاحسن انك ديروا تستغنوا عليها وتاخذوا زيت الكوك طبيعي وعارفين اشنو فيه وكل شيء، يعني صراحه يعني تقدروا تستغنوا عليه وتاخذوا زيت الكوك حقاش هذا صراحه هاد القرعه دايره 14 اورو صغيره، زيت الكوك تقدروا تاخذوه ب 14 ل 15 اورو قرعه كبيره وتديكم شحال، وفي نفس الوقت كما قلت لكم طبيعي. اما هذا الصراحه ما عرفناش شنو هما الزيوت اللي فيه، واخا كتبين بانه فيه زيوت طبيعيه، ولكن من الاحسن ناخذوا زيت عارفينه طبيعي 100%. هذه غير يعني بغيت نقولها لكم وصافي لحقاش ما عمري وريتكم هذا البرودوي، ومنين لقيتو طاح في يدي قلت نوريه لكم. ندوزو للمنتج عادي، خديتو هذا زيت الشاي الاخضر، بغيت نقول لكم لحقاش هاد زيت هاد الشاي الاخضر كنت ناخذو شحال هذا ومابقيتش كناخذو، دابا خديت هاد الباك هذا ويلا خديت منه دابا شي 4 ايام. صراحه مزيان زوين زوين بزاف البنات اللي عندها الهالات السوداء تاخذوه بالليل، صراحه هائل بزاف بزاف هاد الشاي، نقول انا مليه بالزيوت
هاد الشاي الاخضر بغيت نخديته. قلت بغيت نبدا عاوتاني الروتين، طلع شويه براسي لحقاش مؤخرا ما بقيتش كنطلع براسي، وبديت كناخذو صراحه كنحس بوجهي ملي كنوض الصباح، كنحس بوجهي يعني مشرق ماشي بحال ملي ما كنتش كناخذو. صراحه زوين زوين بزاف هاد الشاي الاخضر، حتى هو خديته يعني من الحوايج ناتورال. واخر حاجه عندنا خديتها وهو هاد زيت الكوكو، انا كنت خديت هاد هذا حتى هو خديته معاه نيت، هذا هو اللي كنستعمل انا دائما دائما دائما. هذا صراحه ما فيه حتى شي ريحه، هذا اللي زوين فيه لان تقدر ندير كنديرو كاسيروم لي بوان ديال الشعر ديالي وداك الشيء، وسميتو يعني ما فيهش ريحه. اما هذا اول مره غادي ناخذو لحقاش كما قلت لكم شفتو داير بوم في الانستغرام، وقلت بغيت نجربو فيه الريحه ديال الكوكو. واللي خوفني منه هو اني نديرو شعري، يعني تقدر الريحه ديال الكوكو تبدل تولي شي ريحه خايبه لحقاش حال كنستعمل واحد شريته من هنا من واحد البلاصه ما كيبيعوش ديال المواد الطبيعيه، ولكن ملي كنديروا شعري كيعطيني واحد الريحه خايبه لحقاش كان فيه ريحه الكوكو، ولكن هذا سمعت عليه يعني كيهضروا عليه مزيان، ولهذا قلت غادي نعاود نستعمله ونشوف واش غادي يدير، واش غادي يدير لي ريحه في شعري. الحاصل جبته باش نديروا شعري، نديروا وجهي زيت الكوكو، فيه بزاف ديال المنافع البنات. غنديروا غندير لكم واحد الفيديو كنهضر لكم على عشرات المنافع ولا اكثر، انا كنقلب ولكن 10 اللي كندير انا ديال زيت الكوكو، صراحه هائل 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 بزاف. وصافي البنات هذه هي اخر حاجه خديتها، كما قلت لكم هنايا كاين شي 3 ولا معط 4 ولا 5 ولا معط البرودويات اللي خديت لك شفتهم يعني ريكومنداسيون في الانستغرام. صافي البنات كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا، هذا هو الاهم عندي من هذا الشيء كله. وصراحه مرحبا بالبنات اللي جاوا جداد، كنعاود نقولها عاوتاني مرحبا بكم، ديروا البنات اللايك وسبسكرايب باش يوصلكم ديما الجديد ديالي، وحتى انا نعرف بانني كنعجبكم، ولهذا غادي نتحمس ونزيد ندير لي فيديو جداد. وكنبغيكم بزاف بزاف البنات، تهلاو ليا فراسكم وباي باي.